السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الصف الثالث الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم ومع مراجعة مجال الآداب والأخلاق درس الأمانة. وأهداف درسنا لهذا اليوم: يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يذكر مفهوم الأمانة، أن يعدد فوائد التحلي بخلق الأمانة، أن يذكر حكم خيانة الأمانة. الأمانة هي المحافظة على حقوق الناس وأموالهم وردها إلى أصحابها. مرة أخرى، الأمانة هي المحافظة على حقوق الناس وأموالهم وردها إلى أصحابها. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذن الأمانة هي المحافظة على حقوق الناس وأموالهم وردها إلى أصحابها. فوائد الأمانة: الذي يتحلى بخلق الأمانة يحبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأمين يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك الأمين ينال الأجر والثواب من الله تعالى. الأمين يحبه الناس ويثقون به. إذن فوائد الأمانة أو فوائد التحلي بخلق الأمانة: الأمين يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك الأمين ينال الأجر والثواب من الله تعالى، والأمين يحبه الناس ويثقون به. من أمثلة الأمانة: أولاً، المحافظة على حقوق الناس وممتلكاتهم. ثانياً، رد الودائع والأشياء إلى أصحابها. ثالثاً، المحافظة على أسرار الآخرين. أما حكم خيانة الأمانة، لا يجوز خيانة الأمانة ويجب رد الأمانات إلى أصحابها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والآن أعزائي الطلاب، معنا لعبة الهدف والرقم، هيا بنا أعزائي الطلاب. ومع الهدف الأول، والسؤال يقول: عرف الأمانة. أحسنت، بارك الله فيك. الأمانة هي المحافظة على حقوق الناس وأموالهم وردها إلى أصحابها. ومع الهدف الثاني، والسؤال يقول: ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارة التالية. من أمثلة الأمانة: أن أرد الحقوق إلى أصحابها. من أمثلة الأمانة: أن أرد الحقوق إلى أصحابها. أحسنت، رائع، إجابة صحيحة. ومع الهدف الثالث، والسؤال يقول: أكمل العبارة التالية. الأمين يحبه، ممتاز، رائع. الأمين يحبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومع الهدف الرابع، والسؤال يقول: ما حكم خيانة الأمانة؟
أحسنت، لا يجوز خيانة الأمانة ويجب رد الأمانات إلى أصحابها. والآن أعزائي الطلاب، إليكم بنك الأسئلة الأربعة، هيا بنا. ومع السؤال الأول، والذي يقول: ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارة التالية. عزيزي الطالب، عليك أن تقرأ السؤال قراءة جيدة وأن تفكر فيه قبل الإجابة. الأمانة هي المحافظة على حقوق الناس وأموالهم وردها إلى أصحابها. نعم، أحسنت. إجابة صحيحة، بالفعل الأمانة هي المحافظة على حقوق الناس وأموالهم وردها إلى أصحابها. ومع السؤال الثاني، الذي يقول: ما فوائد التحلي بالأمانة؟ أحسنت. أولاً، الأمين يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثانياً، الأمين ينال الأجر والثواب من الله تعالى. ثالثاً، الأمين يحبه الناس ويثقون به. فعليك عزيزي الطالب أن تتحلى بخلق الأمانة. السؤال الثالث يقول: أكمل ما يأتي. من أمثلة الأمانة المحافظة على، فكر عزيز الطالب قبل أن تجيب. رائع، بارك الله فيك. من أمثلة الأمانة المحافظة على أسرار الآخرين. السؤال الرابع يقول: اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي. السلوك الصحيح الذي يدل على خلق الأمانة هو: إفشاء أسرار الآخرين، أم العبث بأثاث المدرسة، أم أرد الحقوق إلى أصحابها. نعم، بارك الله فيك، أحسنت. السلوك الصحيح الذي يدل على خلق الأمانة هو أن أرد الحقوق إلى أصحابها. والآن عزيز الطالب، إليك النصائح الأربعة لمراجعة الدرس مراجعة جيدة. أولاً، الاستعانة بالله تعالى والدعاء بالنجاح والتوفيق. ثانياً، قراءة الدرس قراءة جيدة من الكتاب المدرسي. ثالثاً، مراجعة أسئلة التقويم في الكتاب المدرسي. رابعاً، الاستماع إلى الفيديو جيداً والإجابة على الأسئلة الموجودة فيه. وفي النهاية أعزائي الطلاب، أشكركم على حسن استماعكم، ونختم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.